السلام عليكم حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، عمركم على خير، عيدكم مبارك سعيد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب العالمين. المهم دابا العيد غيكون داز، والايام ان شاء الله تكون ديما اعياد يا رب العالمين، وتكونوا دائما بصحه جيده. واليوم حبوباتي بغيت نشارك معكم كيف ما كتشوفوا المقادير، بغيت نشارك معكم الكعيبه. المهم بما انني المهم صوبت شي شكيلات، وقلت علاش لا ما نشاركش مع المشاهدين طريقتي في الكعبه اللي بزاف كيدهشوا منها، ولكن صراحه هي راها ساهله، ما فيهاش بزاف يعني ديال ما فيهاش بزاف ديال التعب، وما فيهاش سورتو لا درتو المقادير اللي غادي نقول لكم بالضبط، وخدموا شويه بشويه. اللي مثلا مبتدئه ما ديرش كميه كبيره. وعلى بركة الله حبوباتي غادي ندوزو مباشرة للمقادير باش ما نطولش عليكم اكثر. غادي نحتاجو 500 غرام ديال اللوز اللي هو سبقنا في سخناه، يعني كنديروه فقط في الماء اللي تيكون غليان، الماء غليان تنديروه في الماء تنخليه واحد 5 ديال الدقائق صافي، وتنصفيو عليه الماء وتنفسخوه وتنخليوه يعني تنخليوه فوق واحد المنديل يعني ينشف ليلة كاملة. وإذا كان الجو سخون راه دغيا تينشف، يعني 4 السوايع 5 السوايع راه تينشف. المهم ما خصناش عاوتاني يبس بزاف حيت ما تيشربش الماء دغيا. كما قلت لكم حنا ماشي تنسلقوه، غير تنديروه في الماء يعني اللي تيكون غليان وتنصفيو عليه. بعد 5 دقائق تنصفيو عليه صافي. هادو هما المقادير، ونسيت ما حطيتش معكم غادي نحتاج 250 غرام ديال السكر سنيده. راكم عارفين دائما نصف الكميه ديال السكر، ولكن انا ما عنديش نصف الكميه ديال السكر، غنكتفي فقط ب 200 غرام ولا 125 غرام بالنسبه للناس اللي يعني عندهم الوزن زائد وكيحاولوا ايفيتيو السكر. بما ان هذه الوصفه يعني ضروري خصنا نديروا فيها السكر، يعني 125 غرام و 200 غرام راها كافيه بلا ما ديروا يعني كما تيقولوا نصف الكميه. راه بالنسبه للناس عاوتاني اتي تيكون حلو شي مرات. المهم كنكتفيو فقط ب 500 غرام قلنا ديال اللوز، و 125 غرام ديال السكر كلاسي ولا 200 غرام، نتوما احرار. وبالنسبه لهذه بالنسبه للوز، وغادي نحتاجوا الماء الزهر، غنحتاجو المسكره الحره مدقوقه مع قليل من السكر حتى كترجع بودره، وهنا قبيصه تاع الملح. اللي بغى يضيف القرفه ممكن يضيف واحد الراس ديال ملعقه القرفه، انا ما درتش القرفه للناس. وغادي نديرو في العقده واحد الملعقه ديال الزبده، يعني دائبه الزبده دائبه، نحتاجو واحد الملعقه حتى ملعقتين لكم اختيار على حسب اللوز واش ميدم. وبالنسبه كذلك الجليكوز، غنحتاجو واحد الملعقه ديال الجليكوز، ماشي ضروري حتى هو راه ماشي ضروري، ولكن راه كيعطي واحد عنده المعنى كما تنقولوا صافي. وبالنسبه للعجين غنحتاجو الدقيق 500 غرام، يعني 500 غرام راه صراحه كيبقى شيط، انا عندي العبار يعني في يعني ديجا مصوبه كيبقى، ولكن لو ما يبقى لكم العجين ولا يبقى خاصكم. 500 غرام ديال العجين، واحد ملعقه كبيره ديال الزبده بحراره الغرفه كما كتشوفوا، واحد جوج ملاعق ديال السكر بودر، سكر بودره دي بالنسبه للعجين. وغادي نضيفوا ماء الزهر باش نجمعوا العجين والقليل من الماء تتلم لنا العجين كتكون لينه صافي. ما كنحتاجو لا بيض لا خماره لا فانيل لا حتى شي حاجه. كندوزو اول حاجه تنديروها، وهي اننا تنضيفو الدقيق، كنضيفو داك 500 غرام ديال الدقيق هنايا، تنضيفو القبيصه تاع الملح، وعاد ندير القبيصه ديال الملح كذلك للعقده. كنضيف جوج ملاعق ديال السكر باودر، يعني هنا ما كيكونش بزاف ديال المقادير. وكناخذ واحد الملعقه ديال الزبده، ملعقه يعني تكون هكذا وافيه بحال هكذا. هذا بالنسبه للعجين، وكنديروه يترمل هانتوما كتشوفوا. بالنسبه للعجين اللي ما عندوش الروبور اللي ما عندوش العجان، يعني ما عرفتش واش باين لكم ولا. المهم هنايا اللي ما عندوش العجان، انا استعملت هذا الراس، هذا الفوي، هذا هو اللي تيرمل لنا يعني العجين، هذا اللي تيكون فيه بحال هكذا.
المهم هذا هو اللي تيهمنا العجين، ماشي الاخر ديال يعني ديال العجينه. صافي كنخليو هذا العجين كترمل لها، وعاد غنضيفوا لها ماء الزهر، وغنضيفوا كذلك القليل من الماء باش ينمو العجين. فهاد الاثناء ما غاديش ندوي حيت الروبوت غيدير ليا صداع، الروبوت غيدير ليا صداع، داكشي علاش غادي نخليكم تتبعوا معايا المراحل وصافي. وهنايا حبوباتي كيف ما كتشوفوا العجين ديالي كيتعجن، غادي نضيف ليه الماء الزهر بعد ما ترمل ليا يعني داك الدقيق مع الزبده. صافي كنحسوا به ترمل، كنبقاو نضيفوا ماء الزهر هكذا نصف كاس ديال الماء الزهر، وكنبقاو نزيدوا الماء الباقي كنكملوه ماء حتى كتلم لينا يعني داك العجين، ونعاودوا نطلق. هانتوما حبوباتي بعد ما تلمت ليا العجين كما كتشوفوا دابا درت لها هاد البانسو هذا اللي على شكل اس، هذا هو اللي كيعجن حيت الاخر غير تيرمل تيرمل و تيعجن كذلك، ولكن ماشي بحال هذا. فاش ترملات ليا هانتوما كتشوفوا العجين كتكون لينه بحال هكذا، هانتوما كون على هذا الشكل يعني ماشي قاصحه ماشي يعني رخوه بزاف، يعني هي هذيك باش ما تعذبكمش. اللي يعني بغات ديرها في لاماشين ديرها، انا عندي ولكن ما كاينلاش، درت غير نصف كيلو غير باش نشارك طريقتي معكم. وهذا ما كان، صافي غادي ندير في واحد السلوفان على ما نقاد العقده ليها ترتاح جانبا، ولا يمكن لكم توضعوها في الثلاجه كذلك كاينش مشكل. صافي غندير هكذا في واحد السلوفان، صافي بحال هكذا، ونخليوها على جنب. صافي دابا غندوز باش نهاشي اللوز ونرجع معكم. دابا حبيباتي مشيت قبيلاتي كنعتذر، قلت لكم غندوز باش نطحن اللوز، قلت لكم غندوز نهاشي اللوز، لهلا خصنا نحسو على عقدة يعني غادي نطحنو اللوز ديالنا كما كتشوفو. غنضيف شوية بشوية، هو اللي عندو تيرمومتر حسن كاع الصراحة. هانتوما غادي نصايب معاكم يعني شوية بشوية هنايا، ودابا الغزالات كيف ما كتشوفوا معايا انا بديت كنطحن في اللوز. ويعني بالنسبه للسكر حطيت قدامي 200 غرام، ولكن انا غادي نستعمل غير 125 غرام، يعني ها كنطحنوا الطحنه الاولى، نحاول نوضعوا في البول ديال العجان هكذا باش ما نقويوش قوه اللواني. صافي انتما كتشوفوا وداك الكميه راه بقات ليا ديال السكر يعني صافي، باش ما يجيناش يعني العقده ديالنا حلوه بزاف. صافي كنبقى نهاشي فيه المره الاولى مع السكر سنيده، وكنعاود نهاشيه المره الثانيه باش كنحصلوا على عقده، يعني دابا ماشي بحال المره اللي فاتت ديال البريوات النص كنت كنطحنو غير كنهاشيه والنص كنردو عقده. دابا كنوضع المسكه الحره مدقوقه. دابا حبوباتي كما شفتوا طحنتو الطحنه الاولى، وهدابا كنعاودو الطحنه الثانيه، يعني انا كنوضع الماء الزهر هكذا، غادي نوضع كذلك الزبده اللي هي ذائبه اللي دوبناها، الجليكوز حط قبيصه تاع الملح، تنبدا تنجمع العقدة ديالي دابا صافي باش ميجيكمش الصداع. وهنايا حبوباتي كما كتشوفو بديت كان يعني كنجمع كنعاود العقدة ديالي المرة الثانية، وميم طو يعني صافي ضفت لها المكونات باش تجينا معلكة. صافي غنبدا نهاشي فيها حتى غادي نحصل يعني
على عقدة، يعني غادي تجمع معنا. نضيف باقي المكونات شوية بشوية باش نحصلو على عقدة لينة، يعني ضروري خصنا نحصلو على عقدة، يعني لي اللوز يكون مطحون مزيان مع ماء الزهر والزبدة، ويعني المذابة اللي ضفنا المسكة الجليكوز، يعني غادي نبقاو نطحنو فيه حتى غادي نحصلو، يعني غيتعجل لينا دابا، يعني غادي نحصلو على عقدة بحال هكا، يعني حتى كتبقى كتطلق معانا ليدام. هانتوما كما كتشوفوا، كنتمنى يكون واضح. صافي بحال هكا. ودابا حبوباتي كما كتشوفوا انا جبت الآلة العجيبة باش تساعدني، مع ان العجين صراحة لين وكيتطلق غير بوحدو. هانتوما والله البنات غير بالمدلك ملي طلقت غير خفت، يعني هانتوما شوفوا العجين كيفاش، يعني راه غير بالمدلك كيفاش كيمشي معكم ما شاء الله، يعني مطاوع العجين كيجي يعني رخو وزوين الصراحه. هذه العقده ديالنا غادي نشكل يعني حربول، يعني حرابل هنايا اصابع غادي نوضعهم هنايا، وهذه شويه ديال الزبده ضروري كنستعنوا بشويه ديال الزبده كتعطيه واحد المذاق رائع. المهم انا ما كنشكلها لا كويرات لا ورقه، كنبغي نقادها وكنبقى نقطع يعني طريف طريف. هنا خليتها في السلوفان وكنستعنوا بالقليل من الدقيق طبعا. صافي هنا عندنا هذا البانسو، الا كنا بغينا نديروه يعني مزوق نقشو بغينا نخليوه سامبل، يعني الصراحة انا كتعجبني داك الكعيبة البلدية على اصولها، يعني كتبقى كما هي بلا زواق بلا والو. المهم حنا غنديرو هكدا وهكدا على بركة الله، غنبدا نشكل معاكم يعني الحربول ديال هدا وغادي نرجعو مع يعني التشكيل. ودابا حبوباتي بعد ما كملت الحربول ديالي ديال الروس، صافي شكلته على شكل حربول بحال هكا. صافي غادي نبقى تنهز بحال هكا، يعني تناخذ الزبيده وغادي نبقى ضروري غادي ندهن بالزبيده كتعطيهم كما قلت لكم واحد المذاق رائع. صافي كنلفو يعني بحال هكا، ديك الزبيده كتخليه يعني نتمنى يكون واضح انتوما. العجينه صدقوني كتجي رائعه لينه وشفافه بحال هكا، نتوما عارفين كعيبه هي غاديه وهي كتعلى. نتمنى يكون واضح نتوما بحال هكا. ضروري كندهنو بهاد الزبيدة نتمنى يكون واضح نتوما. صافي بحال هكدا كنمشيو عليهم كاملين، كنحاولو نعطيوها يعني كاع الشكل اللي حبينا. صافي كنوضعو صافي عندنا واحد البلاطو فيها بابي كويسون هنايا، عاوتاني مجددا كنديرو واحد الاصبع ديال العقدة في بحال هكا، نعطيوها الشكل ديال الكعيبة. ما قال لي عقلي حبوباتي نشارك معاكم، ما كنتش غنصور حيت مشى الحال باش نحط يعني الحلوى ديال العيد، صورت ولكن دوماج ما صورتش. ثم طالعه كتعلى بحال هكا، صافي كنحاولوا نقطعوا
عادي الا خدمتو فوق شي بابي كويسون يمكن يكون حسن. درتش الزبده لان الزبده كتعطي واحد لوغو واحد اللمعه متعيبه. انتما حبوباتي انا عذبتني شويه حيت بحال هكذا ودابا حاولت نختصر لكم شويه لان الصراحه عييت ما نختصر في لا فيديو ولكن ضروري لقيت الجرارة ديالي ولدي وضرها ليا واخيرا جبرتها. غادي نوريكم حتى الطريقة بالنقش بهذا النقاش ديال الكعيبة. انا كتعجبني الكعبة البلدية سامبل ولكن كاين اللي كتعجبو مزوقة صافي بحال هكذا. ودابا حبوباتي غادي نخليو الكعيبة ديالنا تبات ولا انا درتوها في الصباح تخليوها حتى العشية ضروري ومؤكد كتنشف معاكم في الصباح كتكتكوها. المهم واحد كيردون ولا واحد الابره رقيقه باش ما كتنفخش معاكم وكتبقى كما هي. المهم انا درتهم حبات كبار نتوما كتشوفوا معايا كنتمنى يكون واضح. المهم هذا اللي في البلاطون هذه الكميه اللي درتها درت به 500 غرام ودرت حبات كبار. المهم حبوباتي نخليهم حتى الصباح ونعاودو نتلاقاو باش نطيبوهم. السلام عليكم حبوباتي صباح النور انا رجعت معكم. دابا الصباح من بعد ما خلينا الكعيبه ديالنا هانتوما كتشوفوا يعني كترجع بحال هكا كتقصح بحال هكا كل واحد لطا فيها ورق الفرن. دابا غناخدو الكعيبات غناخدو واحد لي كيغلو بحال هكدا ولا إبرة كتعقموها كنديرو واحد تلاتة ولا ربعة ديال الثقوب بحال هكدا كيجيو شباينين ومن تحت باش كيتنفس لنا يعني الكعيبة ديالنا بحال هكدا صافي كما كتشوفو بهذه الطريقة. أنا بغيتو تصايبوهم يعني هاد الثقوب ديروهم فقط من التحت ممكن ديروهم من الخلف صافي كتولي شادة في راسها بحال هكدا. انا غادي نكمل بحال هكذا ونعاودو نتلاقاو من بعد ما ندخلوهم للفرن ونتلاقاو مع الشكل النهائي. دابا غناخدو هاد الزبيده دايبة بحال هكذا نسيت ما قلت لكمش وغادي ندهنوهم بحال هكا بدهن خفيف اوبس تحلت لي هاد الفرشة صافي كندهنهم غير بحال هكدا كيصبحو لينا مزيونين مشمعين شادين في راسهم. هكدا باش غادي ينجح معاكم الكعيبة ولدي وضر ليا الكانسو بحال البارح الجرارة هيت ما قلب عليها في التعليب كنت كنقطع غير هاديك ديال البيتزا
لي هما هادو صافي حبوباتي بحال هكا يعني دهن خفيف وصافي. كاين اللي كيبغي يدهنو ببياض البيض، كل واحد يعني حتى بياض البيض يعني كيعطي واحد اللمعه. انا بغيت ندير له صدى بحال هكا كل مره ونشوف هكا. دابا غادي ندخلو الفرن ونعاود نتلاقى معكم في الشكل النهائي. وكان هذا حبوباتي هو الشكل النهائي ديال الكعيبه ديالنا ديال اليوم. هانتوما كتشوفو ملي كتخليوها تبات كتبقى يعني كيف ما هي، ما كتنفخش معكم، ولكن ضروري من هذوك الثقوب ضروري ما ديروا لها داك الثقوب بليكيردو ولا يفضل بابره تعقموها. صافي راه ما تيبقاوش باينين هانتوما. وهذا الشكيل اللي نقشناه، هذا الشكيل اللي كان منقوش هانتوما كتشوفوا كدرت غير يعني نقش خفيف. انا كتعجبني يعني الكعيبه البلديه يعني كتبقى بحال هكذا، وهادو اللي منقوشين هانتوما كياخذوا غير داك اللون الذهبي. كنتمنى يكون واضح في التصوير، كياخذوا غير اللون الذهبي فقط. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكعيبه ديالنا. وهكذا حبوباتي غنكونوا جينا لنهايه لا فيديو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو ديال اليوم ديال الكعيبه، والطريقه ديال التحضير تكون عجباتكم، وانا متاكده انها غادي تعجبكم لان الكعيبه كتجي صراحه معلكه وغزاله كتجي. يعني انا ديجا راني فتحت معكم هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هشيشه الكعبه هانتوما، كتجي رائعه صراحه. لا العجين ديالها ولا العقده كتجي طوب. وكنتمنى تابوناو معايا اللي ما مابونيش معايا، وطبعا بارطاج مع الاهل والاحباب، وفضلا طبعا وليس امرا. وشكرا لكم مره واحده اخرى على التعليق ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه، فلوق جديد او وصفه قادمه ان شاء الله. ومع السلامه، في حفظ الله.